برحب بحضراتكم من جديد. الاهلي في مواجهه سموحه، الاهلي المتصدر في الدوري بيواجه صاحب المركز ال 12 في الدوري النهارده في نص النهائي. عز الاهلي مش مقنع من ناحيه الاداء، سيبك من النتائج، الاهلي حتى لو ظهر في 13 لقاء في الدوري ما خسرش، كسب 9 وتعادل 4، انما مش مقنع من ناحيه الاداء. ليه؟ لان الطموحات بتاعت جمهوره اعلى بكتير من اللي بيحصل. حلو. التوقعات بتاعت جمهوره ان لازم نلعب، لازم نكسب، لازم نكسب سكور. جمهور الاهلي جاي من الزمن بتاع اهلي مانويل جوزيه، ده النسخه اللي ابتدت تبقى في ظن جمهور الاهلي. حلو. انها النسخه اللي لازم نحافظ عليها ولازم نكررها، اللي هو انت دايما بتحط اي مقارنه بالفتره دي. بالظبط كده، زي ما المنتخب بتحط دايما المقارنه مع فتره حسن شحاته. بالظبط كده. أوكي. فبالتالي هو ده طموحك ورغبتك، فما بالك بقى وانت لا انت مش قادر انك تقرب من المسافه دي. صح. طبعا الجمهور بينتقد الفرص الضائعه، الجمهور عايز غزاره تهديفيه، عايز سوق الانتقالات دايما يكون مشتعل، كلها حاجات كمان الزمن اتغير في التعامل معاها. يعني السوق مختلف تماما عن السوق في وقتها. بتتكلم دلوقتي على ان عدد الانديه اللي بتنافس على لقب الدوري اللي ما تقدرش تشتري منها كترت. الاجانب بقى اصعب انك تتعامل معاهم وانك تلاقيهم، لان الدول اللي جنبك زودت عدد الاجانب في دورياتها جدا وعندهم قوه شرائيه عاليه، فبالتالي اللعيبه اللي عندها كواليتي ممكن يبقى صعب انك تحصل عليهم. الظروف اختلفت. فبالتالي احنا بقينا في المرحله بتاعه برونو سافيو والضوي. بقينا في مرحله انك تجيب الموهبه وهي صغيره من بدري، زي كريستو، او انك تجيب لعيب انت وحظك. بالظبط كده، وتروح تدور بعيد. تدور بعيد عن الاماكن اللي في العادي العين بتلاقيها. ناقص بس انك يبقى عندك النجاح بقى في انك تعمل ده. يعني تعمل ده الخطوه الاولى، انك تبتدي تبقى عندك تمرس فيه اكتر، هو غالبا الطريق اللي لازم يقطعه الاهلي والزمالك بشكل عام. النهارده الماتش ما بين مش المركز الاول والمركز ال 12، لان ده في الدوري، انما هنا الماتش على عدله كابتن طارق العشري، علشان ماتش نوك اوت ستيج، يعني بالنسبه له يقفل. انا عايز ادافع وعايز 0-0 بالنسبه لي حلوه، والواحد زيرو ده ضربات ترجيح وربنا يكرم. فبالتالي الماتش النهارده برده مش هيبقى سهل، هيبقى فيه اسئله كتير جدا. صح.